أهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 14 من دورة تعلم برنامج الريفت المعماري 2024. في هذا الفيديو هنتعلم طريقة عمل تشكيل في الحوائط في برنامج الريفت المعماري. هنعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي عليك تعمله انك هتروح للواجهة اللي فيها الحائط بتاعك، وليكن هذا الحائط. انا هاخد سكشن فيه بهذه الطريقة، وابتدي دبل كليك. هلاحظ مباشرة ان انا بقيت في الواجهة بتاعت هذا الحائط. هبتدي اختار الحائط بهذه الطريقة واقول له edit profile. edit profile بهذا الطريقة هلاقي ان البرنامج دخل لي في حاجة اسمها sketch mode. يعني sketch mode يعني تقدر تعدل على الحائط بتاعك بكل بساطة. طيب هعدل ازاي؟ وليكن انا عايز اخد جزء هنا عدل وابتدي اطلع فوق، بعد كده امشي عدل، وبعد كده ابتدي اعمل جزء دايرة وانزل تاني. هاجي على مجموعة الأدوات اللي ظهرت لي دي، وابتدي وليكن أختار اللاين، وابتدي أضغط كليك على البداية هنا وأسحب، وأضغط كليك وأسحب بهذه الطريقة. كده أنا عملت أول جزئية. عايز أشيل الزوايد بتاعتنا، هبتدي أضغط على الأمر تريم إكستنت تو كورنر، وابتدي فليت ده مع ده، تريم ده مع ده. ده كده أول جزئية. طيب عايز أبتدي أنزل أو أطلع تاني لاين، وابتدي اطلع لفوق بهذه الطريقه وامشي وانزل تاني بهذا الشكل. عايز بعد كده ابتدي اشيل الجزء الزياده ده عن طريق امر تريم اكستنت برضو فليت. لازم الاول اقسم الخط ده نصين، سبليت اقسمه نصين بهذه الطريقه، وابتدي اقول له تريم اكستنت واشيل الزوايا دي. بعد كده عايز ارسم ارك في الجزء ده، هروح على مجموعه امر الارك وابتدي اضغط كليك هنا واسحب بهذه الطريقة، وابتدي سبليت واقسم الخط ده نصين تريم تريم. اول ما ابتدي اخلص شغلي هبتدي اقول له صح بهذه الطريقة. هتلاحظ ان الحائط بتاعك اصبح عبارة عن خط، او الدروة بتاعته عبارة عن فيها تشكيل. قدرت اعمل تشكيل بمنتهى البساطة بهذه الطريقة. بدل ما كان الحائط ستريت، لا اصبح فيه عناصر تشكيل معماري زي ما هو واضح قدام حضرتك. ممتاز. طيب يا باشمهندس انا برضو لسه ما زلت عايز اشكل تاني، عايز ازود، عايز اعمل فتحات، عايز اعمل حاجات كتيره. برضو اختار الحائط، ابتدي اقول له edit profile. تعالى امر المستطيل وليكن، خد فتحه هنا، تعالى مثلا بالدايره هتعمل مجموعه فتحات هنا او دوائر هنا بهذه الطريقه اهو. عايز تاخد كمان جزء هنا اهو، قول له صح. هتلاحظ ان الحائط بتاعك اصبح عباره مش حائط سوليد، لا حائط فيه مجموعه تشكيلات معماريه. يبقى دي الطريقه اللي تقدر تعدل فيها على الحوائط، ودي الطريقه اللي تقدر تعمل فيها تشكيل في الحوائط في برنامج الريفت. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك، اتعلمنا كيفيه عمل تشكيل في الحوائط من خلال برنامج الريفت. لو رحت للليفل هتلاقي ان الحائط بتاعك اصبح بهذا الشكل. دي الجزء اللي فيه مستطيل قطعهولك، بيقول لك يعني ان هنا في فتحه. لو رحنا خلينا شيدد هنلاقي ان الشغل بتاعنا بهذه الطريقه. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك. ما تنساش الاعجاب، ما تنساش الاشتراك، ما تنساش مشاركه الفيديوهات لاصدقائك لتعم الفائده. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى.